السلام عليكم، مرحبا بكم في ثاني حصة في سلسلة المراجعة. غادي نبقاو في الاناليز. قبل ما نبداو ما تنسوش انكم تبارطاجيو هذه الحصة هذه في الجروب ديال الفيسبوك وواتساب، ثم تتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي. اذا بالنسبة لنا هنا في هذه الحصة هذه غادي نشوفوا ان اكزام امتحان سابق للاناليز. هذا الامتحان هذا بالنسبة للمواضيع اللي فيه، فيه لي نومبر غيال، فيه لي فونكسيون كونتينو، وفيه حتى ديفلوبمون ليميتي. الوغ بالنسبة لي نوم غيال لي فونكسيون هادو صالحين لي فيليير كاملين من غير الفيزيك والاس في تي، هادو ما عندهمش علاقة بهاد الامتحان هذا. بلا ما تشوفو من الأحسن بلا ما تشوفو هاد الامتحان، فكنهضر على لي فيليير الميب ميب سي لينسا لينسام الاس ام، هادو هما لي فيليير اللي معنيين بهذا الامتحان هذا. بالنسبه للديفلوبمون ليميت كاين اللي عنده كاين اللي ما عندوش، يعني على حسب دائما تشوف شنو عندك في لو بروغرام. فكاين اللي غادي يشوف غير التمرين الاول والثاني، بالنسبه للثالث غادي يبقى غير الكالكو فيليير. الوغ نمشيو دابا للتمرين الاول، كيسيون دو كور. الوغ دير سي Les assertions suivantes sont vraies ou fausses. Lorsqu'elles sont fausses, donnez un contre-exemple. يعني هاد العبارة هادو واش صحاح ولا غالطين؟ إلا كانوا غالطين نعطيو ان contre-exemple. La première proposition. Donc, l'exercice numéro 1. La première proposition, x égale à y, équivaut à, quel que soit n, un entier naturel, il existe K, compris entre 0 et 1, ouvert, la valeur absolue de x moins y est inférieure à K à la puissance n. Donc, ملي كيجيني السؤال بهذه الطريقة هذه، واش la proposition vraie ou la fausse؟ هنا الصراحة شوية صعيبة هذه القضية هذه، لأنه ما عارفش بالضبط واش هي صحيحة ولا غلطة. On va lui montrer que la proposition est vraie. Là, alors je vais dire, يعني مثلا هنا عندي equivalence خاص نمشي بالimplication directe يعني استلزام المباشر والimplication réciproque يعني استلزام العكسي. لكن هنا ما تعطينيش، فهنا كنبغي شويه الملاحظه وشويه التخربيق في الورقه ديال الوسخ باش نتاكد من القضيه. ممكن انني نفكر في انها صحيحه ونمشي نحاول نبينها، وممكن وسط الخدمه ديالي نلقى شي حاجه، نلقى شي مشكل. إذا لقيت شي مشكل في الخدمة ديالي هنا غنفكر في ان كونتر اكزومبل، هذه نورمالمون هي الطريقة. فهنايا نفكروا في أن هذه صحيحة ونشوفوا شنو نديروا. إذا x إيكالا y، نمشيو لامبليكاسيون الأولى، دونك x إيكالا y. إلا رجعنا لهاد لا بروبوزيسيون هادي، يعني نورمالمون فاش كنقول اون امبليكاسيون غنكتبها هنايا امبليك هاد لا بروبوزيسيون التانية. هنا شنو كنقصد بها؟ كنقصد بها انني كنفترض ان هذه كاينه وكنحاول نبين هذه اللي عندي هنايا، متفقين؟ فإلا افترضنا بلي x كيساوي y وجينا عوضنا في هذه الثانيه، هذه في هذه لا بروبوزيسيون الثانيه، شنو غيبقى عندي؟ غيبقى عندي كيل كو سوا ان اللي اكزيست كا، تبقى عندي هنا x ناقص y هي زيرو لانه x يساوي y، تبقى لي زيرو كا لو بويسونس ان كبر من زيرو. اذا شنو عندي هنايا؟ ك على بويسونس ان راه كبر من زيرو قطعا، هادي دائما صحيحة. هادي كاين كو سوا ان ال اكزيست كا تيل كو ك على بويسونس ان اي ستريكتومون سوبيريور زيرو. حنا عارفين بلي الا عندي الاس راه دائما اكبر قطعا من زيرو، ميمكنش اس يساوي زيرو. اذا هاد لامبليكاسيون الاولى صحيحة. الو نشوفو دابا لامبليكاسيون ريسيبروك، يعني الا افترضنا هادي كاين كو سوا ان ال اكزيست كا محصور ما بين 0 و 1، x ناقص y صغر من k على بويسونس n، نحاولو نبينو بلي، نشوف واش ممكن اننا نبينو بلي x كيساوي y، ننطلقو من هادي ونبينو بلي x كيساوي y. فشنو ممكن ندير هنايا باش نبين هاد القضية؟ نورمالمون هاد الكا و ال n مخصهمش يبقاو يبانو، خاصني نبين بلي x إيكالا y. إذا شنو غادي ندير هنايا؟ غادي ندخلو لا ليميت كون ان طون فيغ بلوس لانفيني. لاحظو هنا بلي كا راه محصور ما بين زيرو و واحد، اذا كا لو بويسونس ان لا ليميت ديالها هي زيرو. اذا لو دخلنا لا ليميت
Je n'aurais pas dit. Tu as dit la limite. Quand n, ton verre, plus l'infini de la valeur absolue du x moins y, inférieur ou égal à. Donc, fais-je qu'on la limite. Donc, tu pas inférieur strictement, tu es inférieur ou égal à. La limite, quand n tend vers plus l'infini du k à la puissance n. Et là, tu la limite quand n tend vers l'infini. Et il y a x ou y, ou k sont des constantes. Enfin, je ne vois pas. On a une limite d'une suite. Il y a une constante. Il y a x moins y, une constante. Mais si n, il y a la limite, il y a 9 ça. Donc la limite de x moins y, il y a 9 ça, la valeur absolue de x moins y. Elle est inférieure ou égale à la limite de k à la puissance 1, je ne sais pas, 0, car k est maximum de 0. Et donc, la valeur absolue de x moins y est seulement 0. Ou déjà, quand on a oublié, la valeur absolue de x moins y est égale à 0. Et donc, seulement 0, 0, 9, 0. Donc, la valeur absolue de x moins y est égale à 0. اللي كتعطيني باللي x مو y يقال 0 يعني x يقال y. الو هنا يعني طلب منك تبين واش غير تقول واش فري ولا فوس ما قالش يعني مونتري ف هادي راه اون بروبوزيسيون فري. اذا ندوزو لا دوزيام. لا دوزيام بروبوزيسيون سوا A et B دو بارتي دو R نون فيد اي بورنو. La borne supérieure de A plus B est inférieure strictement à la borne supérieure de A plus la borne supérieure de B. A incluant B implique la borne inférieure de A est inférieure ou égale à la borne inférieure de B. Et dans les deux sont des classiques fléréels dans la lettre de Moutabain Batchkled. Il y a un exercice classique à dire que les séries, les filles, la borne supérieure de A plus B, la borne supérieure de A fois B, la borne supérieure de alpha A, c'est-à-dire la borne inférieure, c'est-à-dire la borne supérieure de A union B, A inter B, et de coulons qui n'ont pas compris de mon ou la bouta. Alors, moi, je vais le dire, je vais le dire, je vais le dire, les bornes supérieures et inférieures, tout le monde, je vais le dire. On a de A, une partie de R, majorée. Yanni, il existe M, un réel, quel que soit X, mais A, X est inférieur ou égal à M. Yanni, qui nous a dit que M est plus grand que tous les éléments de A, plus grand que l'ensemble de A. Donc, avec la valeur, هاد الام هذا حتى هو كاين واحد العدد اللي كبر منه مثلا ام زائد واحد. ام زائد واحد حتى هو راه كبر من ام. اذا ام زائد واحد كبر من ام وحتى هو كبر من اكس يعني كبر من لي زيليمون ديال ا كاملين يعني العدد ديال لي ماجورون راه انفيني راه كاين اون انفينيتي د ماجور ما كاينش ماجورون واحد. ف شنو هو لا بورن سوبيريور هو لو بلو بيتي دي ماجور اصغر ماجورون كيتسمى لا بورن supérieure de A. Ça fait? Donc toute partie de A majorée admet une borne supérieure. Elle dit que c'est l'axiome de la borne supérieure. Partie il y a majorée, non vide, non vide, et majorée admet une borne supérieure. Nous avons la borne inférieure, donc à une partie de R non vide et minoré, yani, il existe petit m, un réel, quel que soit x, mais a, dans cas de petit m, ou la x supérieur ou égal à petit m. Mais il y a un seul nombre, qui jamais est l'annonce de a plus grand que nous. C'est ce qui est minorant de la partie a. Donc, il y a beaucoup de minorants qui sont beaucoup. لانه الا كان اكس كبر من ام مثلا كبر من هاد ام اللي هو مينورو فلا اكس كبر حتى من ام ناقص واحد متفقين كبر من ام ناقص جوج كبر من بزاف ديال العناصر يعني العدد ديال لي مينورو راه انفيني
ولكن حنا تناخدو اصغر او اكبر مينوران لو بلو غران دي مينوران هذا كيتسمى لا بورن انفيريور دو ا دونك لاكسيون دو لا بورن انفيريور كتقول لي توت بارتي دو ا نون فيد اي مينور ادمي اون بورن انفيريور دونك هذا التذكير بشنو هي لا بورن سوبيريور اي لا بورن انفيريور دابا نشوفو لا بروبوزيسيون ديالنا بالنسبه الاولى كتقول لي الا كان ا inclus B, alors la borne inférieure de A est inférieure ou égale à la borne inférieure de B. باش يمكن لي ناخذ فكره على هاد لا بروبوزيسيون صحيحه ولا غلطه غادي نمشي نخدم بلي زانترفال. حنا عارفين باللي هاد ملي كنقول اون بارتي دو ا نون فيد اي ماجوري راه ماشي ضروري نهضر على لي زانترفال. مثلا الا خدينا هاد لا بارتي هادي مثلا A égale à 1 sur n, n n antinaturel, différent de 0. Hadi chnou fiha? Fiha le 1, il a oudna n bo 1, fiha 1 le juj, il a oudna n bjuj. Donc fiha 1 le 3, 1 le 4, ou hada mashi intervalle, l'anno hada nukat hadoum tkattayin. Lijin nmetlouhom, 1 mashi 1 le juj, 1 le juj, 1 le 3, donc il binatoum un espace. Donc hada mashi intervalle. Idan hina kankhadoum bsifa amma fi d'dars, ولكن غادي ناخذ انترفال غير باش ناخذ فكره. يعني اسهل لي بارتي اللي كنقدر نتعامل معاهم هما لي زانترفال لانهم ساهلين في الفهم. فشنو غادي ندير هنا؟ غادي ناخذ جوج لي زانترفال ا و بي بحيث انه يحقوا هذا الشرط. هذا ضروري يحقوا ان ا انكلوف بي. ونشوف دابا نشوف واش لابورن انفيريور دو ا تكون صغر من لابورن انفيريور دو بي ولا لا. دونك غادي ناخذ مثلا هذا هذا اللي بالصفر هو بي مثلا حيت بي هو الكبير و ا كاين وسط منه. غادي ناخذ ا ان انترفال اللي هو وسط من بي هو هذا مثلا. اذا فين هي لا بورن انفيريور دو ا؟ لا بورن انفيريور دو ا هي هذه. دونك هذه اللي بالخطر هي ا, هذه هي ا, واللي بالصفر هي بي. دونك ا انكلوف بي. Donc, هذه la borne inférieure de A ou هذه la borne inférieure de B. Donc, je connais que la borne inférieure de A est la borne inférieure de B. Lekin, je vais te donner un contre-exemple. 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 Un intervalle, juste les intervalles, les contre-exemple inclus l'autre. Je vais te donner un contre-exemple. Je vais te donner un contre-exemple. La borne inférieure de A. ما غاديش يحقوا لينا هاد لينيغاليتي هادي. غادي ناخذ مثلا ا هو الانترفال مثلا تقدر تاخذ بزاف موان زان ا مثلا. غادي ناخذ بي مثلا ناخذ ا غير ناخذ واحد جوج و بي هو الانترفال اللي يكون اوسط منه مثلا ناقص واحد ثلاثة. دونك واحد جوج راه وسط من ناقص واحد ثلاثة. غادي نكتبو هنا اون نبينو بلي هداك الشرط راه محقق. اون ا انكلوف بي مي لا بورن انفيريور دو ا تيكالا ا. دونك شنو هو اصغر ماجورون ديال ا بالنسبة لا بورن انفيريور اي لا بورن سوبيريور في لي زانترفال؟ راه باينة لا بورن انفيريور هي الاول ديال الانترفال, لا بورن سوبيريور هي الاخر ديال الانترفال. هادو باينين سوا كان الانترفال اوفير ولا فيرمي بحال اوفير فيرمي سومي اوفير ما كاينش المشكل. اصغر ماجورون ديال ا راه هو واحد لانه جميع العناصر ديال ا راهم كبر من واحد هو اصغر ماجور. وشنو هو لا بورن انفيريور دو بي؟ تيكالا موان زان. هادشي كيعطيني بلي la borne inférieure de A est supérieure strictement à la borne inférieure de B. Donc, elle dit que la proposition est fausse. بالنسبة للثانية, ثانية فيها la borne supérieure de A plus B est inférieure strictement à la borne supérieure
de 1 plus la borne supérieure de P. نتعاملوا معها بنفس الطريقة حتى هي بلي زانترفال. تأكدنا القضية. Donc sup de A plus P inférieur à sup de A plus sup de P. Donc هي هادي. بنفس الطريقة نتعامل معها. مي قبل نفهم شنو هي هاد A plus B. Donc la partie A plus B شنو هي؟ نورمالمون خاصكم تكونوا ديجا خادمين تمارين بهاد الشكل هذا. حتى دابا نتوما عرفتوا هاد القضية خاصكم ضروري تمشيو تشوفوا كيف ما هضرت في الاول ديال السؤال. دونك شنو هو ا بلس بي؟ هذه هي لونسومبل اكس بلس ايغريك تيل كو اكس من ا و ايغريك من بي. يعني العناصر اللي كتكتبوا على شكل اكس زائد ايغريك بحيث واحد فيهم من ا واحد فيهم من بي. يعني كناخد عنصر من ا انوتر اليمون من بي وكندير لا سوم ديالهم. لا سوم ديالهم كتعطيني ان اليمون اللي كاين في ا بلس بي. وبنفس الطريقة نقدر نخدمو بلي زانترفال. دونك نكتبو ناخدو مثلا ا هو الانترفال نخليو مثلا واحد جوج بي هو ناقص واحد ثلاثة. دونك شنو هي ا بلس بي؟ هي لونسومبل دي زيليمون اكس بلس ايغريك بحيث اكس محصور ما بين واحد وجوج و ايغريك محصور ما بين ناقص واحد وثلاثة. اذا شنو كتساوي لا بورن سوبيريور ديال ا بلس بي؟ الوغ لا بورن سوبيريور دو ا بينا هي جوج، لا بورن سوبيريور دو بي هي ثلاثة. دابا السؤال شنو هي لا بورن سوبيريور دو ا بلس بي؟ دونك شوف معايا كيفاش غادي نعرفو هاد القضية. نورمالمون ا بلس بي شنو فيها؟ فيها لي زيليمون اكس بلس ايغريك، واحد من ا واحد من بي. اشنو هو اكبر عدد مكتوب على شكل اكس زائد ايغريك بحيث اكس من ا وايغريك من بي؟ حيت عندنا اون سوم خاصني ناخد اكبر قيمة ممكن ياخدها ا واكبر قيمة ممكن ياخدها بي باش يمكن لي نعرف شنو هي اكبر قيمة ممكن ياخدها اكس زائد ايغريك. هادي هي الفكرة هنايا. إذن أكبر قيمة كيقدر ياخدها x هي جوج، لأنه x محصور ما بين واحد وجوج. وأكبر قيمة كيقدر ياخدها y هي ثلاثة، لأنه y محصور ما بين ناقص واحد وثلاثة. إذن المجموع ديالهم غادي يعطيني خمسة. ولكن واش نكتبها ليه نيشان؟ إلا كتبت ليه لابورون سوبيريور دو a بلس b إيكال خمسة، فهنا ما بينش علاش. إذن باش كنبين بلي لابورون سوبيريور كتساوي واحد الحاجة، شنو كندير هنايا؟ هنا كاينين جوج ديال الطرق. الطريقة الأولى غنهضرو عليها دابا، الطريقة الثانية غنرجعو لها في سؤال آخر. الطريقة الأولى شنو هي؟ كتبين بلي هداك العدد راه أ ماجورون و كتبينو أبارتيا، يعني أ ماجورون و أبارتيا، يعني ماجورون و كينتمي لهاديك المجموعة. هاد جوج الأمور هادو كيعطوني بلي هداك ليليمون راه هو لا بورن سوبيريور، كيتسمى لا بورن سوبيريور و لو ماكسيموم في نفس الوقت. دونك نكتبو هاد القضية هادي. دونك ام اي ماجورون دو ا ام ابارتيان ا. هاد جوج الامور هادو كيعطوني بلي ام هو لا بورن سوبيريور دو ا. نفس الحاجة في لو مينور. دونك ام تان مينوران de A, M appartient à la partie A, كتعطيني بلي M هو la borne inférieure de A. حيت دابا نورمالمون الماجوران و المينوران راه ماشي ضروري كيكونو كينتميو، ولا la borne supérieure et la borne inférieure ماشي ضروري كيكونو كينتميو. مثلا بالنسبة للمجموعة واحد إلى N، شنو هو la borne inférieure هنا في واحد إلى N؟ هو الزيرو، ولكن الزيرو ما كينتميش، لأنه الزيرو ما كيتكتبش على شكل واحد إلى N. حيت زيرو كتجينا من واحد على لانفيني، فالزيرو ما كاينش في واحد على ان، ما كاينش في هذيك المجموعه، وهو لا بورن انفيريور. نرجعوا لهاد التفاصيل هادو في تمرين اخر اللي يكون مطلوب منا نحسبوا مثلا لي بورن سوبيريور و انفيريور. دونك هنا شنو غادي ندير انا؟ بالملاحظه عرفت بلي هاد لا بورن سوبيريور هي خمسة، خاصني نبينها. دونك غادي نكتب هنايا
montrant que la borne supérieure de A plus B est inférieure ou égale à, là, est égale à 5. Donc, أول حاجة نبينو بلي 5 راه A majeur. كيفاش غنبينو 5 majeur؟ خصنا نبين بلي x plus y راه أصغر من 5. وهادي راه ساهلة. On a x est inférieur ou égal à 2, y est inférieur ou égal à 3. Donc la somme ديالهم x زائد y راه أصغر من 5. دونك بينا بلي 5 راه A majeur. شنو غنزيد نبين؟ نبين بلي راه كينتمي وصافي وساليت. كيفاش غنبينو كينتمي؟ يعني شنو هما القيم ديال اكس واي اللي خديت باش حصلت على 5؟ بطريقه اخرى خاصني نبين ان هاد 5 راه كيتكتب على شكل اكس زائد واي، بحيث اكس من ا واي من ب. وهذه شي حاجه حتى هي باينه، لانه الا خدينا اكس ايكال 2 واي ايكال 3، فهاد الشيء كيعطيني باللي اكس زائد واي كتساوي 5. دونك 5 راه كينتمي لا بارتي ا بلس بي. Donc, 5 qui est terminé au majorant. Donc, on voit la borne supérieure. Donc, la borne supérieure de A plus B est égale à 5. Il est d'abord chauffé. La borne supérieure de A plus B est égale à 5. Ou la borne supérieure de A plus la borne supérieure de B est égale à 5. Lekin fait la proposition là, elle dit inférieure strictement. Donc, la proposition là, fausse. À la justification, allez, je vais un contre-exemple. Ça va. Il a fait tout un mari de cette chose, il y a donc combien de tamari, il y a fait un malou matzaha, mais il y a montré que la borne supérieure de A plus B, elle est la 4 ou la borne supérieure de A plus la borne supérieure de B, qui fait maintenant la partie. Donc, je fais un tamari de cette chose, je fais moi le moment là. Il donne, monsieur, la troisième question. Si f est une fonction définie de R dans lui-même et croissante, et que un vérifie un plus 1 est égal à f de un, pour tout n un entier naturel, alors un est croissante. Donc f de la zéodia, un, moutateli à l'échelle un zéid wahed katsawi f de un, alors un est croissante. Donc, là. احنا في اللي نتعاملنا بزاف مع هاد الدوالة ولا مع هاد لي سويت ريكورونت ولا المتتاليات المعرفة بالترجع U n زايد واحد كتساوي f دو U n. كيقول لي دابا إلا كانت f كروسونت فحتى هاديك المتتالية كتكون كروسونت. ولا خصنا نرجعو لهادوك الأسئلة اللي كانوا كيجيونا في هاد المتتاليات من هاد النوع باش نتعرفو على هاد القضية. دونك كيفاش كنا كنحدو الرتابة ديال هاد المتتاليات؟ U n بلس A كتساوي F دو U n، و F كروسونت تزايدية. كيفاش كنا كنعرفو الرتابة ديال هاد المتتاليات من هاد النوع؟ باش نعرف الرتابة شوفو معايا، كندير U n بلس A ناقص U n، شنو كتساوي هادي؟ كتساوي F دو يو ان مو يو ان. اذا خاصني نعرف الاشاره ديال هذا، وبالتالي كي خاصني نعرف غير الاشاره ديال اف دو اكس ناقص اكس. الاشاره ديال اف دو اكس ناقص اكس في المجال اللي كتكون فيه يو ان، مثلا يو ان الا كانت يو ان كتنتمي لواحد المجال ا بي مثلا، خاصني نعرف الاشاره ديال هاد اف دو اكس ناقص اكس في المجال ا بي. إذا كانت مثلا هاد f دو x ناقص x موجبة في المجال ا بي، كاين كو سوا x مثلا من المجال ا بي، أن f دو x ناقص x كبر من زيرو، فهنا عندي الحق نعوض x ب un، ياك، لأن un حتى هو في المجال ا بي، تبقى عندي f ديال un مو un كبر من زيرو، وبالتالي f ديال un كبر من un. إذن باش كيتعلق الرتابة ديال هاد المتتاليات هادو؟ كتعلق بالإشارة ديال هاد لا ديفيرونس هادي ديال اف دو اكس مو اكس، ما كتعلقش بالرتابة ديال لا فونكسيون. إذن دابا خاصني نمشي ناخد نقلب على ان كونتر اكزومبل. إذن شنو هي الفكرة اللي غادي نعتمدو ليها باش أننا نلقاو ان كونتر اكزومبل؟ غادي ناخدو اف بعدا ضروري اون فونكسيون تكون كروسونت، ولكن بغينا يو ان تكون ديكروسونت.
ياك يعني خاصنا ناخدو لو برودوي خاصنا ناخدو هاد الاف دو اكس مو اكس تكون نيجاتيف حيت الا كانت اف دو اكس ناقص اكس نيجاتيف غتكون يو ان ديكروسونت. اذا هنا شنو ممكن اننا ناخدو مثلا في بلاصة اف دو اكس هنا نديرو اكس على جوج مثلا اكس على جوج ناقص اكس هادي كتساوي ناقص اكس على جوج اللي هي نيجاتيف مثلا نيجاتيف في زيرو بلس لانفيني نيجاتيف في حد المجال اللي هو مثلا زيرو بلس لانفيني. فشنو غندير هنا غناخد مثلا هادي قلنا هادي نيجاتيف في زيرو بلس لانفيني يعني هاد يو زيرو اللي ناخد خاصني ناخدو يكون كبر من زيرو غناخد مثلا يو زيرو ايكال ا مثلا و يو ان زايد واحد كيساوي اف دو يو ان يعني كيساوي يو ان على جوج. إذن هنا إلا حسبنا U1 شنو غتساوي U1؟ تساوي واحد على جوج. واحد على جوج راه صغر من واحد صغر من U0 دونك U1 ني با كروسونت. المهم أنها ما تكونش كروسونت راه ماشي ضروري تكون دي كروسونت المهم ما تكونش كروسونت ترد معايا البال. العكس ديال الكروسونت ماشي هي دي كروسونت كاينين دي فونكسيون لي ديسويت لي هما ماشي كروسونت و ماشي ديكروسونت. إذن أنا شنو باغي نبين بغينا نلقاو اون فونكسيون لي هي كروسونت ولكن هاديك لا سويت يو ان بلس ان ايكال اف دو يو ان متكونش كروسونت. فقط كملاحظة راه ممكن أننا نلقاو ان كونتر اكزومبل بلا ما نضيعو الوقت في هاد الاناليز كاملو كنديرو دابا غير باش نشرحو هاد الأمور. راه ممكن تمشي تاخد اون فونكسيون كروسونت وتبقى تبدل في القيم ديال U0 تعطيه 0 1 2 1 على 2 تبقى تبدل في القيم ديال U0 غادي تطيح في اون فونكسيون اللي هي كروسونت ولكن UN بلس A ايكال F دو UN ما تكونش كروسونت. لا بروبوزيسيون 4 ليماج ريسيبروك بار اون فونكسيون كونتينو دان انترفال دان انترفال يعني الصورة العكسية بدالة متصلة لمجال هو مجال. إذن باش نتأكدوا من هذه القضية هي ما عندناش في الدرس. إذن حالة المعلومات هادو إلا ما كانوش عندي في الدرس فخاصك تشك أول حاجة أنهم غلطين صافقين. فشنو غادي ندير دابا غادي نمشي نتراسي اون فونكسيون غادي ناخد اون فونكسيون ونشوف ليماج ريسيبروك ديال واحد الانترفال واش فعلا كتعطيني ان انترفال ولا لا. دونك غادي ناخدو مثلا هاد لا فونكسيون هادي دائما فاش بغينا ناخد دي زيكزامبل ناخد دي فونكسيون اللي يكونوا كيبدلوا لا مونوتوني ديالهم. مثلا غادي ناخد هادي ثم مثلا ناخد الصوره ديال شي مجال الصوره العكسيه باللي كنهضر على ليماج ريسيبروك. دونك نذكروا بالليماج ريسيبروك شنو كنقصدوا بها. ليماج ريسيبروك نورمالمون شفتوها في لا لوجيك ولا في لي زابليكاسيون. دونك شنو هو اف موانزا دون بارتي ا؟ هذا هو لونسومبل دي زيليمون اكس من او تيل كو اف دو اكس ا بارتي ا يعني اف دو اكس هو اللي كاين في ا. بطريقه اخرى اكس ان اليمون من اف موانزا دو ا ايكيفو ا اف دو اكس appartient à la partie. يعني هما العناصر اللي الصورة ديالهم كاينة في A. لي زيليمون X اللي الصورة ديالهم كاينة في A. دونك غادي ناخدو واحد لا بارتي من محور الأراتيب مثلا هادي ثم نحدو لها ليماج ريسيبروك ديالها. باش نحدو لها ليماج ريسيبروك خاصنا نديرو لا بروجيكسيون. دونك نديرو لا بروجيكسيون على هذا هي الأولى ثم لا بروجيكسيون على هاد التاني. إذا شنو غتعطيني هادي غتعطيني هاد النقطة وهادي غتعطيني هاد النقطة دونك غتعطيني هاد المجال هدا لي بال صفر. مازال مساليتش لأنه إلا درنا لا بروجيكسيون إلا درناها في اليمن ممكن أننا نزيدو نديروها في اليسار وكاين تقاطع مع لو كراف سي إف. مرة أخرى هنايا إذن دائما الإسقاط على
محور الأفاصيل، شنو يعطيني هذا؟ يعطيني هاد الانترفال هذا. إذا خدينا ان انترفال وليماج ريسيبروك ديالو ماشي انترفال، ليماج ريسيبروك ديالو راه اونيون دو دوز انترفال، يعني اتحاد مجالين. لكن شكون اللي خلى هاد القضية تكون عندي؟ علاش ما عنديش مجال واحد وعندي جوج؟ السبب هو ان هاد لا فونكسيون هادي ماشي انجيكتيف، ماشي مونوتون. متفقين؟ لاحظوا باللي مثلا كاينين جوج العناصر عندهم نفس الصورة، مثلا هذا هذا وهذا هذا وهذا، عندهم نفس ليماج، عندهم نفس ليماج، وبزاف ديال العناصر عندهم نفس ليماج. هذا هو السبب اللي خلى انه ليماج ريسيبروك ما تكونش انترفال. اذا شنو غادي ندير دابا؟ غادي ناخذ اون فونكسيون اللي كتشبه لهادي. شنو هي لا فونكسيون اللي بحال هادي في الشكل؟ هي مثلا اكس على بويسونس 2، راه لا ريبريزونطاسيون ديال اكس على بويسونس 2 راه كتكون بحال هكا. هذا راه ان بارابول، هذا شل الجميع. فهادشي اللي غادي ندير دابا، غادي ناخذ ان بارابول، غادي ناخذ هاد لا فونكسيون هادي اف دو اكس على اكس على بويسونس 2، ثم نمشيو نحسبوا ليماج ريسيبروك ديال واحد الانترفال كيف ما بغيتي، مثلا اف موان زا ديال الانترفال مثلا واحد جوج اللي بغينا، ماشي مشكل. كيفاش غنحدد ليماج ريسيبروك ديال هاد الانترفال؟ شوف معايا، اكس ابارتيان ا ليماج ريسيبروك دو لانترفال 1 2 ايكيفو، بحال كنكتبوها، يعني غنطبقوا هاد لا ديفينيسيون اللي شفنا هنايا. شنو كتعطيني؟ كتعطيني بلي اف دو اكس ابارتيان ا لانترفال 1 دومي. لاحظوا معايا اف دو اكس هو اللي كاين في المجال واحد جوج، داكشي علاش مشينا خدينا واحد جوج ماشي من محور الافاصيل، خديناها من محور الاراتيب ثم درنا الاسقاط، لانه هذيك اف دو اكس اللي خديناها من محور الاراتيب درنا الاسقاط على محور الافاصيل، لانه الهدف ديالنا هنا هو اكس ماشي اف دو اكس. صافي دابا نعوضو اف دو اكس بالقيمه ديالها، يعني اكس اس 2 محصوره ما بين واحد و جوج. اذا شنو كيعطينا هادشي؟ الا كان اكس اس 2 محصور ما بين واحد و جوج، رد معايا البال هنا، هادشي راه كيعطيني بلي راه سوا اكس محصور ما بين جذر واحد اللي غاسين دو دو، او لا اكس محصور ما بين ناقص لغاسين دو دو اي موان لغاسين دو. يعني اكس سوا في الانترفال واحد جذر جوج، يعني يونيون الانترفال اتحاد المجال، عندي هنا او اتحاد المجال ناقص جذر جوج ناقص واحد. إذن شنو تلاحظو؟ ليماج ريسيبروك، دونك ليماج ريسيبروك ديال واحد جوج كتساوي واحد جذر جوج يونيون ناقص جذر جوج ناقص واحد، وهذا ماشي ان انترفال. دونك لا بروبوزيسيون افوس. اذا غادي ندوزو دابا للتمرين الثاني ولا ليكزيرسيس 1. لا بروميير كيسيون مونتري كو كيل كو سوا ام اكس ان كوبل دو ان ايطوال فو ار، لا بارتي اونتيير دو لا بارتي اونتيير دو ان اكس سور ان تيغال لا بارتي اونتيير دو اكس. دونك ليكزيرسيس 1، la première question. Montrons que, quel que soit n, x, un couple de n étoile fois r, yani n min n étoile ou x min r, la partie entière de la partie entière de nx sur n, c'est la partie entière de x. اذا غادي نديرو التذكير بهاد لابارتي اونتيغ، ونهضرو على الطرق اللي كن ولا لي تكنيك اللي متعلقين بهاد لا فونكسيون هادي. اذا كنعرفو بلي شنو هي لابارتي اونتيغ دو اكس؟ هي لو بلو غران اونتيغ انفيريور ا اكس،
أكبر عدد صحيح صغر من إكس. مثلا بالنسبة للصفر فاصلة واحد، شنو هو أكبر أونتيون، أكبر عدد صحيح اللي هو صغر من صفر فاصلة واحد؟ نورمالمون كاين الصفر هنا وكاين ناقص واحد كاين ناقص جوج. إذا الأعداد اللي هما صغر من صفر فاصلة واحد أو لي زونتي الأعداد الصحيحة اللي صغر من صفر فاصلة واحد هما زيرو ناقص واحد ناقص جوج، لكن حنا غناخدو الكبير فيهم هو الزيرو. مثلا ناقص صفر فاصلة واحد غادي ناخد دائما لي زونتي اللي صغر منه، غادي يكون هنا ناقص واحد ناقص جوج ناقص ثلاثة. إذا شنو هو أكبر أونتي اللي صغر من ناقص صفر فاصلة واحد؟ هو ناقص واحد. دونك لا بارتي أونتي ديال موان زيرو فيغول أن تيكال موان صفر. دونك شنو كنعرفو على هاد لا فونكسيون هادي؟ أنها كتحقق هاد لينيكاليتي هادي، إكس لا بارتي أونتي دو إكس إي كومبري أونتر، دونك كتكون صغر من إكس وكبر من إكس موان زا، كبر قطعا من إكس موان زا. دونك هنا أصغر أو يساوي من إكس، لأنو لا بارتي أونتيغ دو إكس ممكن أنها تساوي إكس في الحالة إلا كان إكس أن أونتيغ. مثلا لا بارتي أونتيغ ديال واحد هي نفسها واحد، إذا هاديك ليغاليتي عندي في الحالة إلا كان إكس أن أونتيغ. ثم عندنا هادي، دونك لاحظو بلي هاد لينيكاليتي هادي هاد المتفاوتة كيكون فيها لا بارتي أونتيغ هي لي الوسط. كاين اون اوتر انيغاليتي اللي كتكون فيها لا بارتي اونتيغ في الجناب، هي هادي ان اكس كومبري اونتر، دونك اكس كبر من لا بارتي اونتيغ دو اكس، اكبر او يساوي من لا بارتي اونتيغ دو اكس، واصغر قطعا من لا بارتي اونتيغ دو اكس بلس ا. انطلاقا من هادي باش ندوزو لهادي سهله، يعني يكفي اننا ناخذ هاد الجهه بوحدها تعطيني اكس كبر من لا بارتي اونتيغ، وناخدو هاد الجهة الأخرى تعطيني إكس صغر من لا بارتي أونتيغ بلس أ. فا إكس بلاص ما يكون في الجناب ندخلو لداخل أو لا يولي الوسط، غنحصلو على هاد لينيكاليتي التانية. ألوغ حنا دابا عندنا الهدف ديالنا نبينو بلي لا بارتي أونتيغ ديال هاد لا بارتي أونتيغ دو إن إكس على إن كتساوي لا بارتي أونتيغ دو إكس. أشنو هما الطرق اللي كنستعملو في بحال هاد الأسئلة هادو اللي كتكون فيهم لا بارتي اونتيغ ولا ليغاليتي ما بين جوج لي بارتي اونتيغ ولا لا بارتي اونتيغ ديال شي حاجه كتساوي شي حاجه؟ هنا مثلا انا باغي نبين بلي لا بارتي اونتيغ دو ا كتساوي بي، شنو كندير؟ يكفي انني نبين بلي ا محصور ما بين بي و بي زائد واحد، دونك قارنوا لي هادي مع هادي، حيث ان ب هذا يكون ان اونتي ضروري يكون ان اونتي عدد صحيح. اذا الى قارنا دابا هاد جوج المتفاوتات هادو، لاحظوا ما هي ا هو اكس، ب هو لا بارتي اونتيغ دو اكس، ب هو لا بارتي اونتيغ دو اكس. اذا من خلال هاد ا محصور ما بين ب و ب زائد واحد، كبر او يساوي من ب وصار قطعا من ب زائد واحد، كيمكن لي نستنتج بلي لا بارتي اونتيغ دو ا هي ب. صافي شنو تاني الطريقه؟ هذه الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه هي اننا نبينو باللي لا بارتي اونتيغ دو ا كبر من بي ولا بارتي اونتيغ دو ا صغر من بي، يعني كبر من بي وصغر من بي في نفس الوقت وبالتالي كتساوي بي. هذا هما جوج الطرق اللي عندنا، جوج الطرق الرئيسيه اللي عندنا في هذا الحالة المتساويه ديال لا بارتي اونتيغ. اذا غنمشيو نبينو هذه القضيه هذه. إذن أول حاجة غنبينو شنو هي، مونطرون كو لا بارتي اونتيغ دو لا بارتي اونتيغ دو ان اكس سور ان اي سوبيريور او ايكال لا بارتي اونتيغ دو اكس. غادي نبينو بلي راها كبر وبلي راها صغر. حنا دابا ما عرفناش كي غنديرو تنبينو هادي، لأنه غتلاحظو بلي غنطلقو عشوائيا من واحد القضية وغنتوصلو لوحدة فيهم. دونك شنو غادي ندير مناش كنطلق؟ عندي هنايا هاد لا بارتي اونتيغ دو ان اكس للوسط، غادي ننطلق من ان اكس، ان اكس غيكون محصور ما بين لا بارتي اونتيغ دو ان اكس اي لا بارتي اونتيغ دو ان اكس بلس ا. دائما كنستعملو هاد الجوج هادو، صافي حنا دابا استعملنا هاد اللولة. فبما انه عندي هنايا لا بارتي اونتيغ ديال ان اكس فهاد الشي هادا فهاد ليغاليتي هادي، فغنفكر انني نأطر ان اكس ما بين هاد الامور هادو ما بين لا بارتي اونتيغ اي لا بارتي اونتيغ بلس ا.
طب لا نستعملو الأولى، حتى الأولى مزيانة. يعني شنو؟ يعني الأولى كتقول لي بلي نستعملو هاديك الأولى تعطيني لا بارتي اونتيغ دو ان اكس كومبخي اونتخ ان اكس، ومن الجهة الأخرى ان اكس موان زا. غادي نقسم على ان، دائما غنحاول نبين هادشي اللي عندنا في هاد المتساوية. غادي نقسمو على ان، دونك شنو غيبقى عندي؟ ان اكس على ان هي اكس، ثم هنا عندي ان اكس على ان تبقى لي اكس ناقص واحد على ان، اكس ناقص واحد على ان. دابا شنو غادي ندير؟ دابا تقريبا وصلت لداكشي اللي انا باغي، يعني على الاقل وصلت لواحد لينيغاليتي. غادي ندخل لا بارتي اونتيغ دابا في هاد الجهات كاملين وغادي نحصلو على داكشي اللي بغينا. دونك لا بارتي اونتيغ دو لا بارتي اونتيغ دو ان اكس سور ان تنفيغيغ وكالا لا بارتي اونتيغ دو اكس. دونك دخلت لا بارتي اونتيغ في الجهات بجوج، راه حنا كنعرفو بلي لا فونكسيون بارتي اونتيغ تون فونكسيون كروسونت. دونك خلينا هاد الجهة هادي ودخلنا فيها لا بارتي اونتيغ، حصلنا على لا بروميييغ انيكاليتي، هادي المتفاوتة الأولى، سميها واحد مثلا. خاصني دابا نبين بلي هاد لا بارتي اونتيغ دو لا بارتي اونتيغ دو ان اكس سور ان تنفيغيغ وكالا او دو اكس. فهنا خاصني نبدل الانطلاقة، يعني انا في الاول انطلقت من لا بارتي اونتيغ ديال ان اكس، فالمره الثانيه ما يمكنش لي ننطلق من نفس الحاجه وغنوصل باللي هادشي في بلاصه تكون اصغر تولي اكبر، ما يمكنش. يعني خاصني نبدل هاد المره الانطلاقه ديالي. اذا مناش غادي ننطلق دابا؟ غادي ننطلقوا من اكس، ننطلقوا من اكس محسومه بين لا بارتي اونتيغ دو اكس لا بارتي اونتيغ دو اكس بلس 1، وغادي نضربوا في ان باش نحاول نبين ديك ان اكس. دونك ما كاينش بزاف ديال الافكار في هاد الليل، يعني غتجرب ثلاثه ديال الافكار ولا جوج غادي توصل لك شي اللي بغيتي. فغادي ننطلقوا من اكس محصور ما بين، سواء نطلقوا من اكس ولا من لا بارتي اونتيغ دو اكس. هنا لاحظوا بلي عندي جوج ديال لي زينيغاليت، كنختار وحده فيهم. نقدر انا ننطلق من هادي لا بارتي اونتيغ دو اكس محصوره ما بين اكس موان زان و اكس. شنو غادي ندير دابا؟ غادي نضرب في ان باش نحاول نبين ان اكس. بقى لي ان في لا بارتي اونتيغ دو اكس صغر من ان اكس وكبر من ان اكس ناقص ان. بما انني باغي نبين لا بارتي اونتيغ دو ان اكس، ف غادي ندخل لا بارتي اونتيغ في الجهات كاملين. شنو غيبقى عندي؟ تبقى عندي لا بارتي اونتيغ دو ان فو او دو اكس صغر من لا بارتي اونتيغ دو ان اكس، ومن الجهة الاخرى لا بارتي اونتيغ دو ان اكس ناقص ان. شنو كتساوي لا بارتي اونتيغ دو ان فو او دو اكس؟ لاحظوا معايا، ان راه ان اونتي ناتورال، او دو اكس حتى هو ان اونتي ناتورال. دونك ان فوا لا بارتي اونتيغ دو اكس حتى هو ان اونتي ناتورال، ولا اونتي ريلاتيف عدد نسبي، ياك الجداء ديال جوج الاعداد النسبيه راه حتى هو عدد نسبي. حنا شنو قلنا؟ قلنا بلي لا بارتي اونتيغ دو اكس الا كان اكس ان اونتي ريلاتيف راه هو نفسه اكس. اذا هاد الجهه شنو يبقى لي فيها؟ تبقى لي ان في لا بارتي اونتيغ دو اكس صغر من لا بارتي اونتيغ دو ان اكس. دونك دائما نمشيو بديزامبليكاسيون، وبالتالي في الاخير تبقى عندي لا بارتي اونتيغ دو ان اكس على ان كبر من، قسمنا على ان كبر من لا بارتي اونتيغ دو اكس. دونك وصلنا لك الشيء اللي بغينا ولا لا؟ مازال خاصني نزيد ندخل لا بارتي اونتيغ. شوفوا معايا هنايا في هاد ليغاليتي فيها لا بارتي اونتيغ دو لا بارتي اونتيغ دو ان اكس على ان. اذا مازال باش نوصل لك الشيء اللي بغيت ندخل لا بارتي اونتيغ في الجهات بجوج وغادي نكون ساليت. دونك لا بارتي اونتيغ او دو ان اكس sur n est supérieur ou égal à la partie entière de la partie entière de x. Mais il y a la partie entière de x. Et là, je l'ai annoncé dans un élément de z. Ça fait. Donc, derrière, quel que soit x, et la partie entière de x, un élément de z, il y a un élément de z. Il y a de x, on dirait que c'est la partie entière de x. Donc, il y a l'inégalité de 5.
Elle est le deuxième. Donc, d'après 1 et 2, il y a qu'un A qui parle de B, ou ça parle de B, dans ce lourd, il y a un A qui est B. D'après 1 et 2, on en déduit que la partie entière de la partie entière de nx sur n est égale à la partie entière de x. Soit LTN, soit x un réel, montrer que la suite ENX sur N converge vers x. On dit dire que tout réel est limite d'un rationnel. Dis-nous que la limite de la limite de x quand un tend vers plus l'infini. On va se dire que la limite de la limite élément de Q. Donc, soit montrant que la limite quand n tend vers plus l'infini de la partie entière de nx, elle est n 4x. Tu m'as dit que l'istintage est établi. Mais si la limite de la partie entière, je n'ai pas de tariqa. D'ailleurs, la tariqa est le théorème de Gendarme. D'ailleurs, la partie entière. مناش كنطلقو من التعطيل ديال لا بارتي اونتيغ اللي كنعرفو. دونك كنعرفو بلي لا بارتي اونتيغ دو اكس اي كومبري اونتر اكس اي اكس بلس 1. دونك هنا سرقات عام وهنا سوبر ايغو ايكال. ثم نشوف واش نديرو باش نوصلو لهاد او ان اللي عندي. دونك غادي نقسم على ان. دونك لا بارتي اونتيغ دو ان اكس على ان صور ما بين هاد الجهة تبقى فيها إكس على إن والجهة الأخرى إكس على إن. تأكدوا من هاد السويت هادي la partie entière de NX sur N هي هادي. هنا عندنا شي خطأ. عفوا هنا la partie entière de NX محصورة ما بين NX و NX plus 1. محصورة ما بين داك العدد اللي هو NX وهداك العدد نزيدو عليه واحد nx plus 1. D'abord, nous allons nous faire le n. Donc, la partie entière de nx, elle est n, ce qu'on appelle le x, ça va être x, z, id, ou n. Donc, maintenant, qu'est-ce que vous voyez? La limite, n tend vers plus l'infini de x, qu'est-ce que ça oui? La limite, quand n tend vers plus l'infini, dit x, z, ou n, nous avons d'abord les limites, dit le genève, quand n tend vers l'infini. Et là, on a dit, qui n'a dit x, mais fiche n, il est constant, il y a 900, ou on a dit x, z, ou n, ou n, l'infini, ou n, l'infini, il est 0, 0, z, x, ou x. Donc la limite, fiche genève, il y a x, donc tu as dit que la suite, il est la limite, il y a x. Donc, d'après le théorème des gendarmes, la limite quand n tend vers plus l'infini, enx sur n est égal à x. Tu m'as demandé de faire un estimage. Et avec l'estimage, normalement, c'est ce qu'on a parlé dans le cas où on a déjà parlé. Et donc, il a créé une suite. Il a créé x un élément quelconque من R. Qui fait ma carte من R. Il a créé une suite. لي كي كونفيرج فيغ اكس يعني متقاربه في نحو هذاك العدد اكس. شنو هو الاستنتاج في الاخر؟ الاستنتاج هو لا دونسيتي. يعني غنستنتجو بلي كيو اي دونس دون اخ. نذكر شويه بلا دونسيتي. دونك امتى كنقولو بلي ا اي دونس دون بي؟ الا كان عندي ما بين جوج لي زيليمون ديال ا. Donc, on a juste les éléments d'ILB, x et y, les qu'on a fait. Binatum, radian l'a un élément de A. Et nous avons cool les juste les éléments d'ILB, radian l'a un élément de A. Et nous avons dit que A est dense dans B. Voilà qui a dit la définition. Qui a une caractérisation de la radia bliss-wise. Je nous ai dit la caractérisation.
إلى لقينا لكل x من A ولا لكل x من B لكل x من B لقينا une suite xn une suite d'éléments de A une suite d'éléments de A n à la puissance A يعني une suite d'éléments de A يعني هاد la suite هادي لي تيرم ديالها الحدود ديالها يكونوا في A بحيث تكون لا ليميت ديال هاد un ولا ديال xn كتساوي x هنا كيمكن ليا نقول بلي A يدونس دون B فهنا في هاد السؤال هذا شنو عندي هاد لا سويت اللي عندي هنايا نسميها مثلا un un اللي هي لا بارتي اونتيير دو ان اكس على ان واش هادي اون سويت ديليمون دو كيو نشوف السؤال هنا كيفاش مطروح اون ديدوير كو تو ريال اي ليميت دو راسيونيل هنا ما هضرينش على لا دونسيتي ولكن هنا المهم هاد لا هاد لا فونكسيون هادي لاحظوا معايا باللي اولا هاد لا سويت راه اون سويت راسيونيل علاش حيت كتكتب على شكل ا على بي افيك ا اي بي سون دو زونتي ياك حيت لا بارتي اونتي راه ان اونتي وهذا اللي في المقام ان حتى هو ان اونتي دونك كوسيون ديال لي جوج لي زونتي راه كيتسمى ان راسيونيل اذا لاحظوا باللي لا ليميت ديال هاد الراسيونيل كتساوي اكس كيلكو سوا اكس يعني اي عدد اكس راه هو لا ليميت d'une suite rationnelle. هذا هو الاستنتاج اللي عندي في هذا السؤال هذا ولكن نهضروا على الدونسيتي مزيان alors قلنا un هاد لا سويت هادي راه une suite d'éléments de q une suite d'éléments de q لانه هذا ان اليمون من زد وحتى هذا ان اليمون من زد دونك لو كوسيون ديالهم ان اليمون de q دونك هاد لا سويت هادي راه une suite d'éléments de q ياك Donc, on a machi Q à la puissance N, N à la puissance Q. Ah, ou là, c'est une suite d'éléments de Q. Donc, quel que soit X, on a X, un élément quelconque, même R, on a une suite d'éléments de Q, li, la limite de la 4 X. Et donc, on a une suite Donc, Q est dense, Q est dense dans R. كاين طرق اخرى باش كنبينوا لا دونسيتي دو كيو دون اور كاينين طرق في الدرس التمارين تاعهم كيقترحوا طرق اخرى ومن بين هاد الطرق كاينه الطريقه ديال انك تلقى اون سويت اللي لا ليميت ديالها هي اكس كيلكو سوا اكس دونك هذا هو الاستنتاج ندوزو دابا للسؤال الموالي اذا السؤال الموالي كيتعلق بلا كونتينيتي دون فونكسيون وغادي نستعملوا فيها لا دونسيتي هادوك لي دو فونكسيون sont des classiques. Donc, soit les lettres, soit les applications F1, F2 définies par F1, quand c'est une cause, il est qu'un x n'appartient pas à Q, quand c'est une sinus, il est qu'un x un élément de Q. F2, quand c'est une 0, il est qu'un x n'appartient pas à Q, quand c'est une x à la puissance 2, il est qu'un x un élément de Q. Donc, étudier la continuité de F1 en tout point de R. Donc, Ross et Tissal del F1, في كل نقطة من المجموعة R. ثم السؤال الثاني montrer que F2 est continu au point 0 et discontinu ailleurs et étudier sa dérivabilité en 0. إذا ناخذ la fonction الأولى هاد لي فونكسيون اللي مكتوبين في هاد الشيء سون دي كلاسيك دائما فاش تشوفوا اون فونكسيون اللي معرفة بهاد الطريقة هادي خاصنا نستعملوا لا دونسيت دائما كنهضر على لي فونكسيون اللي معروفين بهاد الطريقة هادي اف دو اكس كتساوي بحال هكا جي دو اكس الا كان اكس من كيو اش دو اكس الا كان اكس من ار موان كيو ولا اكس نابارتيان با كيو بحال بحال اكس نابارتيان با كيو يعني اكس ابارتيان ار موان كيو هاد لي فونكسيون هادو كيتخدمو بنفس الطريقة دائما كنستعملو لا دونسيتي de q et de r moins q. Je fais notre trace belli q et r moins q. Juste les ensembles à nous sont denses dans r. On va dire que nous devons ajouter un petit là, on va dire que nous devons faire un terme de mal à l'île. Idem. On va dire que la fonction f1 de x, elle est qu'à une course de x. Il est qu'un x, mais r moins q, ou quand tu as une sinus de x, il y a qu'un x moins q.
إذن غادي ناخد x0 سوا x0 ان اليمون دو R. الو بالنسبة للقاعدة اللي غنعتمدو ليها، شوف معايا هنايا F غنستعملو لا كاركتيريزاسيون سيكونسيال دو لا ليميت اللي كتقول لي بلي F اي كونتينو اون x0 سي اي سولمون سي quel que soit xn une suite d'éléments une suite convergente vers x0 يعني كيف ما كانت une suite لي la limite ديالها هي داك x0 اللي باغي ندرس فيه la continuité la limite quand n tend vers plus l'infini ديال la suite image يعني ديال هادي f de xn كتساوي f de x0 هادي كتسمى la caractérisation séquentielle de la limite بطريقة أخرى عفوا de la continuité يعني la caractérisation ديال la continuité en utilisant les suites يعني la continuité باستعمال المتتاليات هي هادي غادي نخدمو بها شوفو معايا غادي ناخدو x0 ان اليمون من r بما ان q اي دونس دون r يعني هاد x0 راه لا ليميت دون سويت ديليمون دو كو ياك دونك كاينه واحد لا سويت ديليمون دو كو نسميها rn مثلا اون سويت ديليمون دو كو بحيث لا ليميت ديالها هي x لا ليميت كون ان تون فيغ بلوس لانفيني دو rn كتساوي x0 وحتى r موان كو حتى هي دونس دون r يعني شنو يعني حتى بالنسبه لهاد x0 هذا كيمكن لي نلقى اون سويت ديليمون دو r موان كو لي لا ليميت ديالها هي x0 هادي هي لاستيوس فهاد التمرين هذا دونك il existe qn سميها مثلا qn اون سويت ديليمون دو r موان كو حنا دابا فهاد التمرين بينا لا دونسيتي في السؤال السابق بينا لا دونسيتي دو كو ولكن عندكم في الدرس باللي r موان كو حتى هي دونس دونك لا ليميت كون ان تون فيغ بلوس لانفيني دو qn حتى هي كتساوي x0 يعني بالنسبة لهاد x0 هذا غير واحد هو كي هو لا ليميت دون سويت دي راسيونيل و دون سويت دي زيراسيونيل في نفس الوقت دابا شنو غادي ندير الا كانت اف غادي ناخذ دابا الا كانت لا فونكسيون اف ان كونتينو سي لا فونكسيون اف ان اي كونتينو اون اكس 0 دابري هاد لا كاركتيريزاسيون شوفو معايا اف كونتينو في اكس 0 يعني اي سويت لي كون كيت كونفيرجي فير اكس 0 لا ليميت ديال اف دو اكس ان خاصها تساوي اف دو اكس 0 صافي انا دابا عندي جوج لي سويت لي لا ليميت ديالهم هي x0 دونك دابري هاد ليكيفالونس هذا دابري لا كاركتيريزاسيون سيكونسييل راه لا ليميت كون ان تون فيغ بلوس لانفيني ديال اف دو ار ان شنو كتساوي كتساوي اف دو x0 وحتى لا ليميت كون ان تون فيغ بلوس لانفيني ديال اف دو كيو ان حتى هي غتساوي اف دو x0 ياك دونك لا ليميت كو ان تون فيغ بلوس لانفيني دو اف ار ان شنو هي بما ان هاد ار ان راه ان ليمون من كو اذا غادي نخدمو بهادي ديال السينوس اف دو اكس كتساوي السينوس الا كان اكس من كو بما ان ار ان من كو دونك اف دو ار ان هي السينوس دو ار ان دونك لا ليميت كو ان تون فيغ بلوس لانفيني سينوس دو ار ان تساوي اف دو اكس 0 وبالنسبة للثانية لا ليميت كون ان تون فيغ بلوس لانفيني اف دو كيو ان اف دو كيو ان شنو كتساوي بما ان كيو ان راه ان ليمون من ار موان كيو يعني غادي نخدمو بالكوسينوس دونك اف دو ار ان هي كوسينوس دو ار ان كوس دو ار ان كتساوي اف دو اكس 0 يعني الليميت ديال سينوس دو ار ان كتساوي الليميت ديال كوسينوس دو ار ان ياك شنو هي الليميت ديال سينوس دو ار ان هي سينوس دو اكس 0 لان لا ليميت ديال ار ان هي اكس 0 دونك سينوس دو اكس 0 كتساوي كوسينوس دو اكس 0 من التاليه اذا نشوفوا معايا دابا الا كانت اف كونتينو في اكس 0
هادشي كيعني باللي سينوس دو اكس زيرو كيساوي الكوسينوس ديال اكس زيرو. هذا استلزام، يعني غادي يمكن لي نعرف من خلال هذا الاستلزام هذا شنو هما النقط اللي ممكن انها تكون فيهم لا كونتينويتي. ملي نعرفهم شنو هما نعاود ندير لامبليكاسيون ريسيبروك، نبين باللي هذوك النقط فعلا فيهم لا كونتينويتي. صافي، يعني شنو خاصني دابا نعرف شنو هما النقط اللي كيكون فيهم السينوس كيساوي الكوسينوس. هنا سهلة، شنو هي المعادلة كيفاش غنحلوها؟ شوفوا معايا هنا، سينوس دو اكس زيرو كيساوي كوسينوس دو اكس زيرو. غادي نقسم سينوس على الكوس، ولكن خاص يكون الكوس ديفيرون دو زيرو ياك. دونك غتبقى عندي سينوس دو اكس زيرو على الكوسينوس دو اكس زيرو كتساوي واحد. خاصني نناقش الحالات هنايا، خاصني إلا قسمت على الكوس خاص يكون الكوس ديفيرون دو زيرو. إلا كان الكوسينوس دو إكس زيرو ديفيرون دو زيرو، تبقى عندي سينوس دو إكس زيرو على الكوسينوس دو إكس زيرو كتساوي واحد، اللي غتعطيني باللي طونجونت دو إكس زيرو كتساوي واحد. واحد شنو هو؟ هو الطونجونت ديال بي لربعة. يعني شنو كيساوي إكس زيرو من هنا؟ هو بي لربعة زائد كابي. Avec un antirelatif. Tangente de x0 est égale à tangente de bêta 0. Quand on a x0 égale à bêta 0 plus kpi. C'est ce qu'on a fait la trigonométrie. Alors, maintenant, on a donné le calcul sinus de x0 différent de 0. Et je vais vous donner le calcul sinus de x0 qui est 0. Maintenant, cosinus de x0 différent de 0. Quand on a x0 كيخالف بي لجوج زائد كابي، لأنو هادو هما النقط لي كنعدو فيهم كوسينوس. أما إلا كان الكوسينوس كيساوي زيرو كتعني بلي إكس زيرو كيساوي بي لجوج زائد كابي. إذن نشوفو واش هاد العدد هذا إكس زيرو كيساوي بي لجوج زائد كابي واش هو حل ديال المعادلة ولا لا. نمشيو نعوضو، شنو كيساوي السينوس ديال بي لجوج زائد كابي؟ دونك نديرو الدائرة المثلثية باش نفهمو مزيان. Alors, finalement, pi la juge, mais d'abord pi la juge. Pi la juge zaïd pi, t'attendais une. Pi la juge zaïd 2pi, t'attendais pi la juge. Et donc, fais-je qu'on prend zaïd pi, qu'on prend d'aïmen soit quand f pi la juge, yani soit quand f fait la position à d, soit quand f fait à d. Et donc, sinus, je n'ai qu'à servir, soit wahed, soit naqis wahed. Ou bien, c'est le cosinus, d'aïmen qui servait 0. هادي خلاص، هذا ديجا هادي الكوسينوس دو اكس زيرو كيساوي زيرو، هادي ديجا عندنا. دونك السينوس كيساوي واحد ولا ناقص واحد، والكوس كيساوي زيرو. إذن ميمكنش يتساواو، يعني هاد بي لجو زايد كابي راه ماشي حل ديال هاد المعادلة. متافقين؟ إذن شنو هما الحلول؟ هما بي لربعة زايد كابي. إذن النقط اللي كيتساوى فيهم الكوسينوس مع السينوس هما بي لربعة زايد كابي. نكمل هنايا، نرجع لهاد لامبليكاسيون هادي. تعطيني باللي ندير بحال هكا، هادي نسميها او مثلا باش ننظمو شويه لا ريداكسيون. فغنجي من تحتها غنكتب ندير لا سوليسيون ديال هاد ليكواسيون هادي، ثم من بعد غادي نكتب دونك او امبليك اكس زيرو ايكالا بي سور 4 بلس كابي افيك un antirelatif. صافي، دابا النقط اللي فيهم لا كونتينويتي، النقط اللي فيهم الاتصال، هما هاد بي لربعة زائد كابي. ولكن خاصني نزيد نبينها اكثر، لانني دابا غادي غير بدي زامبليكاسيون. شوفوا معايا، كنقول الا كانت اف كونتينيو في اكس زيرو، فراه هاد اكس زيرو ممكن يكون هو بي لربعة زائد كابي. يعني شنو خاصني ندير دابا؟ نمشي نشوف واش كاينه لا كونتينويتي في هاد بي لربعة زائد كابي. بقات لي واحد الجمله صغيره، شوفوا معايا شنو غادي ندير. غادي نكتب بحال هكا، لا ليميت كون اكس طون فيغ بي لربعة زايد كابي ديال اف دو اكس كتساوي ديال اف ان دو اكس كتساوي، هي لا ليميت. ولا غادي نكتب، شوف غادي نكتبو لا ليميت كون اكس طون فيغ بي لربعة زايد كابي اكس ابارتين ا كيو
دو اف دو اكس ياك دو اف ان دو اكس شنو كتساوي؟ شوف معايا شنو كتبت هنا. هنايا كتبت اكس ابارتيان ا كيو، يعني فين هي الاكسبرسيون اللي غادي نخدم بها اللي فيها السينوس؟ دونك لا ليميت اكس تنفير الى 4 زائد كابي ديال السينوس دو اكس، هادي شنو كتساوي؟ راه هي السينوس ديال بي لاربا زائد كابي. الى ليميت كون اكس تنفير بي لاربا زائد كابي اكس ابارتيان ار موان كيو ديال اف ان دو اكس، هنا غادي نخدمو بالكوسينوس، تساوي ليميت اكس تنفير بي لاربا زائد كابي كوسينوس دو اكس، كتساوي الكوسينوس ديال بي لاربا زائد كابي، والكوز ديال بي لاربا زائد كابي راه كيساوي السينوس ديال بي لاربا زائد كابي. Et donc, la limite x tend vers pi sur 4 plus kpi, dit f1 du x. Le problème est de dire x appartient à q ou x n'appartient pas à q. Les nombres de sawin, qu'est-ce que c'est le cosinus de p à la base de kpi? Qu'est-ce que c'est le sinus de p à la base de kpi? Qu'est-ce que c'est l'image? Je n'ai pas l'image de l'image. Il y a une source de p à la base de kpi. هاد بي لاربا زايد كابي واش راسيونيل ولا ايراسيونيل؟ بي لاربا زايد كابي هو عدد غير جذري، هو عدد كينتمي لإغ موان كو، ياك؟ إذن الصورة ديالو باش غادي نحسبها، وما كاينش الفرق باش غنحسب الصورة ديالو حيت هو من إغ موان كو غنحسبها بالكوسينوس، ما كاين حتى شي فرق، ها هو راه الكوسينوس أصلا تيساوي السينوس، غادي نكتب هنا كتساوي إف ديال بي لاربا زايد كابي، صافي؟ دونك f est continu en x0 égale à pi sur 4 plus kpi. Ça fait deux mots qui ont fait la continuité. J'ai mis un mot qui a fait la fonction f qui a fait 10 continu, rien de mot de ça. Ça fait bien un autre style de mettre. Il est quand continu, ça fait de la continuité qui a fait la base de kpi. تحققنا منها من هاد الكونتينيتي في هاد النقط، يعني النقط الاخرى راه ما فيهمش الاتصال. اذا هاد الطريقه هادي دائما كنستعملوها في لي فونكسيون اللي مكتوبين بهذا الشكل، دائما لا دونسيتي وهاد القضيه هادي صافي، وهاد لا كاركتيريزاسيون سيكونسييل دو لا كونتينيتي. غادي نعطيكم واحد ليكزيرسيس، هو ان اكزيرسيس تيوريك خصكم تخدموه، ان اكزيرسيس تيوريك يعني غنخدمو بيه، غنخدمو بلا ديفينيسيون دو لا ليميت، وما صايبش يعني ماشي ما كاينش شي صعوبه. دونك شوفوا معايا شنو غادي ديروا. هاد لا فونكسيون اللي خديت هنايا بصفه عامه، جي دو اكس الا كان اكس من كو، اش دو اكس الا كان اكس من ار مون كو، مونتري كو اف اي كونتينو اون اكس 0 si et seulement si, yani takaf si et seulement si j de x0 est égal à h de x0. غادي تستعملوا فيها، نعطيكم لو بلان اللي غادي تخدموا به. بالنسبه للامبليكاسيون الاولى، يعني الا كانت f كونتينو في x0، فهاد الشيء غيعطيني باللي j de x0 كتساوي h de x0. هاد الامبليكاسيون غتستعملوا فيها لا دونسيتي كيف ما درنا هنايا، لا دونسيتي دو ار موان كو اي دو كو. لامبليكاسيون الاولى غتستعملو فيها لا دونسيتي كيف ما درنا هنايا نفس الطريقة، غير هادي بصفة عامة، بلاص ما نبقاو نديرو كوسينوس سينوس هادي بصفة عامة. لامبليكاسيون الاخرى يعني لامبليكاسيون ريسيبروك، يعني الا كان جي دو اكس زيرو كيساوي اج دو اكس زيرو الوغ اف اي كونتينو، هادي غادي تستعملو فيها la définition de la limite. La définition de la limite. Alors, libre de mettre un lien là-dedans. Il y a la méthode. L'air de mettre un lien. On doit d'abord la fonction tanière. La fonction tanière, on doit mettre un lien. Donc, f2, 4 c'est 0, il est qu'un x. Mais r moins q, 4 c'est x à la puissance 2, il est qu'un x moins q. Et donc, finalement, il y a la continuité. Il y a la continuité. Les 0 كيساوي فيهم x على puissance 2، امتى x على puissance 2 غتساوي 0؟ الا كان x كيساوي 0. وفعلا هادشي اللي عندي هنايا شنو عاطيني في السؤال، مونتري كو f2 اي كونتينو او بوان 0،
حتى كون قال لي غير ايتو ديال لا كونتينيتي، انا عارف فين غتكون لا كونتينيتي، غتكون في الزيرو. دونك غادي نخدمو لا فونكسيون اف دو بنفس الطريقه. اف دو دو اكس كتساوي زيرو الى كان اكس ابارتيان ار موان كو، كتساوي اكس لبويسونس دو الى كان اكس من كو. السؤال تيقول لي مونتري لا كونتينيتي في الزيرو، الى ديسكونتينيتي دايور. نبداو بالزيرو هنا، سواء نستعملو ديك الطريقه اللي كيف ما خدمنا في الاخر، يعني لا ليميت اكس تنفير زيرو افيك اكس ابارتيان ار موان كو افيك اكس ابارتيان كو، غتعطيني زيرو في كلتا الحالتين، يعني باينه هادي. سواء غنستعمل لو تيوغيم دي جوندارم، شوف معايا لاحظ معايا بلي اف دو او لا لا فالور ابسولو دو اف دو دو اكس راها سوا كتساوي زيرو سوا كتساوي اكس لو بويسونس دو. القيمة المطلقة ديال زيرو هي زيرو، القيمة المطلقة ديال اكس اس اتنين هي نفسها اكس اس اتنين. اذا في كل الحالات هادشي هذا راه صغر من اكس لو بويسونس دو، ياك زيرو راه صغر من اكس لو بويسونس دو، و اكس لو بويسونس دو حتى هي صغر من اكس لو بويسونس دو. متفقين؟ اذا حالة دابا عندنا هاد الحالة هادي، عندنا اف دو اكس موان ال صغر من جي دو اكس. اذا الا كانت لا ليميت ديال جي دو اكس كتساوي زيرو، فراه لا ليميت ديال اف دو اكس كتساوي ال. هادي راه اون فيرسيون ديال لو تيوغرام دي جوندار. صافي. اذا لا ليميت كون اكس تنفير زيرو ديال اكس لو بويسونس دو كتساوي زيرو، دونك لا ليميت كون اكس تنفير زيرو ديال اف دو دو اكس حتى هي كتساوي زيرو. وشنو كتساوي اف دو زيرو بالنسبة لزيرو؟ واش ان اليمون من كيو ولا من ار موان كيو؟ من كيو، ياك اكس ان اليمون من كيو راه عدد عدد جذري، اذا الصورة ديالو هي زيرو اس اتنين كتساوي اف دو زيرو. اذا لا ليميت كتساوي ليماج، دونك اف اي كونتينو اون اكس زيرو ايكال زيرو. يعني هنايا راه سوا ندير هاد الطريقة هادي ولا ندير الطريقة اللي درنا في السؤال السابق، يعني نحسبو لا ليميت افيك اكس ابارتيان كو لا ليميت افيك اكس ابارتيان ار موان كو، عندهم نفس القيمة، يعني لا ليميت كتساوي زيرو كتساوي ليماج. دابا بالنسبة لعدم الاتصال في النقط الأخرى، دائما لا دونسيتي، دونك غادي نديرو نفس الفكرة تماما، نفس الخطوات كيتعاودو. داكشي علاش عطيتكم التمرين بصفة عامة، حيت التمرين بصفة عامة الفرق بينه وبين التمرين هادو اللي كيكونوا فيهم ليكسبريسيون راه نفس الحاجة. فشنو غادي ندير؟ غادي ناخد ار ان اون سويت ديليمون دو كو اللي قبل غادي ناخد باغي ندرس لا كونتينيتي في اكس زيرو ديفيرون دو زيرو، ياك سوا اكس زيرو ان ريال ديفيرون دو زيرو، يعني من ار ايطوال هاد المرة. اذا هاد اكس زيرو راه لا ليميت d'une suite irrationnelle. On a la limite d'une suite désirrationnelle. Binaf staliqa. Yani hna il existe Rn une suite d'éléments de Q li la limite diala katsawi x. Ou il existe Qn une suite d'éléments de R moins Q li la limite diala hta hiya katsawi x. X0. Safi ou kanmchi nstamel la caractérisation séquentielle de la continuité. Idem la limite quand un tend vers plus l'infini dit f de rn شنو كتساوي؟ كتساوي f de x0. وحتى لا ليميت ديال f de qn حتى هي كتساوي f de x0 d'après la caractérisation séquentielle de la limite. نقدر نكتب هاد لا جيستيفيكاسيون هادي. اذا لا ليميت ديال f de rn شنو هي؟ هاد rn راه ان اليمون من q، يعني غنمشي ناخذ ليكسبرسيون ديال اللي فيها x appartient q، يعني x à la puissance 2. Donc ça fait Rn à la puissance 2. Et la limite de Rn à la puissance 2. Donc la limite de Rn à la puissance 2, qu'est-ce que ça oui? Qn. Qn là, n est le mot de R moins Q. Yani chno. Yani sur la dielo, il y a 0. Donc f de Qn, qu'est-ce que ça oui 0. Yani qu'est-ce que ça oui la limite de 0 quand n tend vers l'infini. La limite de Rn à la puissance 2, chno hier. La limite de Rn est x0. Donc la limite de Rn à la puissance 2 est x0 à la puissance 2. Qu'est-ce que c'est? La limite de 0 est 0. Et donc, nous avons x différent de 0.
عطاتني هنايا اكس ايكال زيرو، هادي راه عطاتني بلي اكس زيرو ايكال زيرو. دونك هنا خصنا نرجعو نكتبو سوبوزون كو، سوبوزون كو اف اي كونتينو اون اكس زيرو. راه ديجا استعملناها، بما اننا استعملنا هنا لا ليميت دو اف دو ار ان كتساوي اف دو اكس زيرو، راه ديجا استعملنا لا كونتينويتي في اكس زيرو. اذن هادشي كيعطيني اون كونتراديكسيون، ياك؟ حيت خدينا اكس زيرو ديفيرون دو زيرو، وهنا عطاتني اكس زيرو ايكالا زيرو. دونك شنو هو الاستنتاج؟ هنا نكتبو ابسورد، دونك لا فونكسيون اف دو اي ديسكونتينو اون اكس زيرو ديفيرون دو زيرو. صافي، ممكن نكونو جاوبنا هاد السؤال. بقات لينا دابا لا ديريفابيليتي في الزيرو. هنا غنستعملو لا ليميت كون اكس طون فيغ، قبل نحسبو هذا اف دو اكس موان اف دو زيرو على اكس موان زيرو. هادو شنو كيساوي؟ هذا ممكن يساوي جوج القيم. علاش؟ حيت اف دو اكس ما عندوش قيمة ثابتة. الى عودنا اف دو اكس في زيرو، غتبقى ليا زيرو ناقص اف دو زيرو اللي هي زيرو على اكس، تبقى ليا زيرو على اكس اللي هي زيرو. الى كان اكس ان اليمون من ار موان كو، غنستعمل اف دو اكس ايكال اكس على بويسونس دو، تبقى ليا هنا اكس على بويسونس دو ناقص الصورة ديال زيرو هي زيرو على اكس. اذن سوا كيساوي زيرو، سوا زيرو او لا اكس، ياك؟ غنستعمل نفس الطريقة اللي استعملت هنايا. صافي، يعني غندخل القيمة المطلقة هنايا، القيمة المطلقة، فغتبقى ليا هنا سوا زيرو، سوا زيرو، ولا القيمة المطلقة لـ x. إذن زيرو راه صغر من القيمة المطلقة لـ x، وحتى هاد لـ valeur absolue دو x راه صغر من إل ميم. إي دونك دابخي لو تيوغم دي جوندارم، لا ليميت كون x طون فيغ زيرو دو f دو x موان f دو زيرو sur x moins 0 est égal à 0. Alors, car la limite de la valeur absolue de x est égal à 0. Ça fait donc, je nous vois l'estimage, la fonction f est dérivable capable de l'estiqaq en x0 égal à 0. Et donc, quand nous allons l'exercice 1, et donc, nous allons voir l'exercice 1, et donc, nous allons voir le deuxième exercice, les développements limités.